اخوان متابعين قناه شوف تي في، السلام عليكم. مباشره من البلد كما كتشوفوا ديال تخابو هنا كيقطعوا الطريق. فوالا درنا واحد الجوله صغيره هنايا. تحياتي لكم اخوان متابعين قناه شوف تي في. هذا الجو البارد كما تشوفوا على مقربة انهم قربوا يكملوا لي طرافو باش يدوزوا الشانطي مزيان. نضربكم جولة خفيفة هنايا كما كتشوفوا. تحياتي للطاقم شوف تي في اللي ديما سهران مع القناة، وتحية كذلك متابعين قناة شوف تي في من أعلى القائمة لأسفل القائمة كما كتشوفوا. أجواء جميلة هنا، يعني التزيين ديال المدينة مناسبة رأس السنة. باقي ما حيدوش هاد الشهادة. هانتوما شوفوا الاجواء كي راه هذا، يراها جو بارد. هاد كما كتشوفوا لا سونتر فيل هذا، يعني دابا 16 سنه كان هو السونتر الجديد، ولكن دابا ما بقاش، دابا ولا هذا هو القديم وداروا واحد اخر كما كتشوفوا. هانتوما تحياتي لكم اخوتي وخواتاتي متابعين قناة شوف تي في. ديسكاون هنايا 50%، واخا كيعرف هاد الشارع هذا، يعني المحلات يعني البيع عندهم قليل بزاف، كاع اكثر من 90% ان مابقاش اقبالك على هاد المحلات هادو. واخا كتشوفي الناس هادو ولا مكاينش اقبال كما كان في الاول. يعني لا بليبار ديال المكازات هادو كيتشكاو يعني انه ما بقاش عندهم الكليان كما قبل. جو هادئ، كاين شغوات ترونكي، مكاينش اللي يصدعك، كاينش اللي يهضر معاك ولا يدير لك شي حاجه. ابارابور بروكسل باقي فيها، باقي بروكسل خصك تحضي التليفون ديالك، يعني بروكسل كتكون غادي بالتليفون ديالك وحاضي سينو يشفروا عليك. ولكن هنايا المره تقدر تخرج بالليل في الصباح، ما كاينش اللي يهضر معاها، ما كاينش اللي يتسوق ليها، ما كاينش اللي يديها فيها، يعني منطقه هادئه وكل مدخل سوق راسو هنايا. تحياتي للمتتبعين شفتوا في الحلقه. انتيغدي كما كتشوفوا هذا الزبل، ودازو مولين الزبل ودايرين له يعني انتيغدي، يعني حطوا هاد لي ساشي هادو. ها غادي يخلص، غادي يخلص 350 اورو. شفتوا سمعتون، يعني 350 اورو حيت حطوا هاد الميكات هادو، ما عندهمش الحق يحطوهم. ها حنايا دابا يا حنا جايين ما عوالينش، كل ما هادو مولين المكازات غادي يخلصوا هاد لاموت هادو، لحقاش مخرجين هاد لي بوبيل. هانتوما يا فوالا، لا بليبار ديال هادو غادي يحطو غادي يخلصو. هانتوما دايره ديجا دازت البلديه وحطات لهم غادي يخلصو.
الجو خايب، ماشي خايب، مي الحمد لله على الصحة والسلامة. هادشي اللي كاين كيما جار الوضع، كيما كان الجو، كيما كان هذا الوقت، خصو يحمد الله. لئن شكرتم لأزيدنكم. فوالا، كما كتشوفوا محلات هنايا تجارية، ولكن لا بليبار المحلات هنايا تيتعاودوا، والأكثرية خرجوا من هنا ومشاو للسونتر فيل الجديد اللي باقي إن شاء الله غادي نوريكم. انتما كما كتشوفوا يعني 50% 40% يعني كاين الرخاء. هانتوما يا بلجيكا اختي، انت سقوط الامطار، انا تنصور لكم، وخا الشركه طيح ماشي مشكل، يهمنا تتبع الكرام، تفرجوا معنا، قريوا معنا دقائق ممتعه في هذا المنظر الجميل. كما كتشوفوا الشجره الفوق، ديك الشجره اللي الفوق تما ساكن انا، تيبان ليا السونتر من هنايا من تحت. ها انتم اخوان كما تيبان لكم البدايه، هادي ديال الثلج اللي كنت ديتكم داك النهار كيحيدوها، دابا هي ما بقاش، هادي الثلج ديال الطفله. منظر جميل جدا هنايا، ها انتم فوالا. تحياتي لكم الاخوان والاخوات المتتبعين اينما كنتم، قناة شوف تي في، الى حلقة مقبلة ان شاء الله. كان معكم محمد رضا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.